انه بستغل ما بستغل مش عارف ايش. كن صريح. اكيد يا سيدي استغلال وين ما جيب لي مثال فيك. انا بقول لك جيب مثال. كثير سمعنا انه بيت فلان بده ينقصف يروح يطلعوا المواطنين فوقه. يعني بيت مثلا بيت بده ينقصف انا مثلا معهم تلاقي المواطنين الشعب يعني الغلبان يطلع على السطح. اسرائيل تشوف 20 30 50 واحد ما تقصفش.